الاعزاف من الالات الموسيقيه التي يعني لم يحرمها الاسلام. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكه المكرمه الى المدينه المنوره استقبلوه بالدفوف، تعرفوها كلكم، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. انا اخوكم عبد الحق اسماعيل السنجري من اهالي مدينه الموصل الايمن، عندي ورشه لصناعه الدفوف، وهذه المهنه توارثوها عن الشياب مالتنا الكبار بالسن، وهاي من المهن التراثيه المهمه عندنا احنا بتفوف بالموصل، ويستخدموها في المناسبات الدينيه ومناسبات اجتماعيه عند الزواج عند الطهور حتى عند نجاح الطلاب قسم منا باي مناسبه. صلني بحق المصطفى الدف له مكانه روحيه عند اهل التصوف لانهم يستخدمون الدف في الذكر، يعني يتوسط الدف حلقه الذكر والشيخ والمرداء قسم منهم يطلقون على الدف ومع لفظ الجلاله الله الله. الاشياء الاساسيه بشغلنا بالدف الشرياس، هذا مادة ناخذها من العطارين تفيدنا بثبت الجلد عطار. بهالطريقة هاي نعمله عطار حتى يلزق الجلد. أسعته عن نشتغل هاي الدف مرحلة الحلقات. طبعا الحلقات نجهزها احنا بيدنا هاي. فائدة الحلقات تزين الدف وهم انا تحلي الصوت مالته، مال الرنة ماله. هاي الصوت. يعني هو الشغل الاكبر على اخويا، بس من يصير عنده شغل كثير اجي اساعده بتصنيع هاي الحلقات، يعني هاي كله شغل يدوي. بعد ما يبس يصير دف راح نبدي بالتغليف، نغلف الجلد عليه عطار، اهم شيء مكان المسكه، اثبت الجلد عطار، يكون لازم على كيف الدقه من فضل الله سبحانه وتعالى. ما اعتقد اكو احد، يعني انا الوحيد عندي ورشه اشتغل هاي الشغله واقوم بمهنه صناعه الدفوف بالموصل، وانا مهتم بها لهي الشغله لان تمثل تراث مدينتي. ايام المظلمه، ايام سيطره داعش على الموصل، كانت هاي المهنه او متعلقاتها كنا نخفي وما نريد احد منهم يشوفه، لان يصير عنده مسوغ، يصير عنده حجه حتى يؤذينا، يعني قد حتى يقتلنا نعوذ بالله، لان هم بعقيدتهم هاي محرمه. بس هسه الحمد لله بعد ما راح داعش ورجعت الحياه من جديد الموصل، كان الناس متشوقين متشوقين جدا جدا الى اقامه المناقب النبويه الشريفه. لان هذه تخص الروح، هذه دي نوع من الصفاء الروحي. راح اسمعكم مقطوعه خاصه برنامج خوش حكي. عمري تقضى بالجفا والوقت ولا وما بقى لي مسعف والشيب حلا. خوش حكي احنا نحكي.